خلينا نستكمل اللي بلشنا فيه في آخر محاضرة، اللي هو فترات الثقة. فترات الثقة زي ما اتفقنا بنستخدمها ليه؟ عشان نقدر بارامتر مجهول في المجتمع. فرضا أنا بتعامل مع مجتمع واحد population, only one population, فيها بارامتر. إذا البوبوليشن كان مجهول فالبارامتر مجهول. مثل شو بارامترز؟ مثل ميو، مثل سيجما تربيع، مثل بي البروبورشن النسبة. أنا هدول القيم ما معي، هدول البارامترز ما معي قيمتهم، ما بعرفها ولا بقدر أحسبها. طب أنا بدي معلومة عنها، بدي أقدرها. حكينا في طريقتين لتقديرها، إما point estimate إني أقدر هاي القيمة بقيمة واحدة، أو interval estimate يعني بمجموعة قيم. يعني بصير أحكي لك المعدل المجهول في المجتمع قيمته تقديرا بتساوي هالقد. فحكينا ميو إذا بدنا نقدره في قيمة واحدة نحكي ميو هات، يعني قيمة ميو التقديرية هات، عشان أبين للي بقرأ إنه هذا تقدير مش محسوب حساب، بتساوي إكس بار. يعني لحتى تقدر لي معدل المجتمع المجهول خذ عينة واحسب الوسط الحسابي فيها واحكي إنه الوسط الحسابي للعينة تقديرا هو ميو سيجما تربيع هات، يعني المعدل اللي فيه الفيريانس مجهول، قيمة الفيريانس المجهولة تقديرا بتساوي اس سكوير بي نسبة المجتمع المجهول بتساوي بي هات. يعني خد عينة احسب فيها نفس النسبة، نسبة العينة هي تقديرا نفسها نسبة المجتمع. هدول سميناهم بوينت استيميتس. بعدها حكينا من صفات البوينت استيميتس، يعني ما هو في عندنا عدد لا نهائي من البوينت استيميتس. انا كل ما اخذ عينه لها وسط حسابي جديد، طب اي قيمه اخذ؟ طب اذا ما اخذتش الوسط الحسابي اخذت الميديان، شو صفات القيمه التقديريه لحتى احكي عنها منيحه؟ لازم تكون unbiased وconsistent. unbiased وconsistent وشرحت لكم اياهم المحاضره الماضيه. هلا خلينا نبلش في ايه؟ في الانت طبعا unbiased estimator الوسط الحسابي للاستيميتر بيساوي ميو، يعني الاكسبكتد فاليو مش هي نفسها الوسط الحسابي. للبوينت استيميتر اكس بار لازم تساوي شو؟ ميو، هيك بسميه unbiased. هاي الملاحظه اللي قدامكم. إيه بعدها بدنا نبلش في ايه؟ في الانترفال استيميت. انترفال استيميت بدل ما اعطيك قيمه واحده للمجهول بعطيك مجموعه قيم، فبصير احكي لك ميو بتنتمي لمجموعة القيم هدول بين A و B مثلا، سيجما تربيع تنتمي للفترة هاي، في هات أو بي تنتمي للفترة. يعني بدل ما أعطي قيمة واحدة للمجهول بعطيك مجموعة قيم، عشان ما أكون خاطئ، عشان ما أعطي تقدير خاطئ، بضمن إنه إذا مش القيمة اللي أعطيتك إياها اللي جنبها، فأنا بعطيك مجموعة قيم عشان ما أقع في الخطأ. الانترفال استيميت هاي بنسميها كونفيدنس انترفال. لحتى احسب الكونفيدنس انترفال في عندي اكثر من كيس، لازم واحده فيهم تنطبق بحيث اني اقدر احسب الكونفيدنس انترفال. اذا ما انطبقت الكيس يعني حاله، فاذا ما انطبقت الحاله ما تحققت شروط الحاله ما بقدر اوجد فتره الثقه. خليني اعمل شير لصفحه بيضاء. هلا بدنا ناخذ الكيسز اللي اذا وحده فيهم انطبقت بقدر اعمل كونفيدنس انترفال. كونفيدنس انترفال اختصارا برمز لها سي اي. فمثلا سي اي كيس 1. اوكي، شو هي كيس 1؟ شو هم الشروط اللي لازم يتحققوا عشان اقدر احسب كونفيدنس انترفال؟ طبعا لمين كونفيدنس انترفال؟ اول بارامتر معي فور ميو وين سيجما سكوير از انون. هاي اللي بدنا نشتغل عليها الحاله الاولى. شو تكملتها؟ بوبوليشن نورمال or n أكبر أو تساوي 30. فإذا الحالة الأولى إذا سألتك عنها شو هي، بتحكي لي الحالة الأولى عشان نحسب فترة الثقة لازم
أو خلينا نبلش حسب ترتيب الكتاب، إنه سيجما تربيع معلومة، المجتمع توزيعه طبيعي، أو حجم العينة أكبر أو يساوي 30. كمان مرة، شو هي الحالة الأولى اللي بقدر أحسب فيها فترة الثقة؟ إنه المجتمع الفيرينس إله معلوم. 2، إنه البوبوليشن نورمال، توزيع المجتمع اللي بدي أقدر فيه ميو لازم يكون توزيعه طبيعي، أو العينة اللي أخذتها من المجتمع مالها كبيرة، حجمها كبير يعني أكبر أو يساوي 30. إذا انطبقوا 1 2، طبعا في الخطوة 2 حاطط لكم إما البوبوليشن نورمال أو حجم العينة أكبر أو يساوي 30، يعني وحدة فيهم. فأنا عمالي بشتغل في كيس 1، وقتها شو فترة الثقة؟ 1 ماينس ألفا 100% confidence interval 4 mu is x bar زائد أو ناقص z ألفا 2 في سيجما على جذر ال n. انتبهوا يا جماعة، ليش أنا حطيت الشروط هدول؟ هلا إحنا عارفين بدنا نقدر ميو، ميو مجهولة في المجتمع. حكيت لكم سيجما تربيع معروفة عشان أقدر أستخدمها وين؟ في فترة الثقة. حكيت لكم المجتمع توزيعه طبيعي أو حجم العينة أكبر أو يساوي 30 عشان أضمن إنه العينة اللي باخذها وإكس بار اللي حعرفه فيها شو توزيعه نورمال. مش متذكرين من محاضرتين لما فتت في السنترال ليميت ثيورم حكيت لكم بدي أجيب توزيع لإكس بار، إكس بار حيتوزع نورمال إذا أخذته من مجتمع توزيعه طبيعي، عشان هيك حكيت البوبوليشن نورمال، أو إذا المجتمع كان توزيعه مش طبيعي لازم العينة اللي آخذها وأعرف فيها إكس بار شو يكون حجمها كبير. إذا انطبقوا واحدة من هدول حقدر أوصل للتوزيع الطبيعي. طيب ما دام وصلت للتوزيع الطبيعي مش بقدر أحوله لطبيعي معياري زد، فإذا فترة الثقة حتكون، طبعا هون حاطط لكم زائد أو ناقص، لما أجمع حطلع قيمة ولما أطرح حطلع قيمة، هدول بنسميهم الليمتس تاعون الكونفيدنس انترفال. اي فتره ثقه لها حدين، الحد السفلي اكس بار ناقص زد الفا 2 في سيجما على جذر الان، الحد العلوي اكس بار زائد زد الفا 2 في سيجما على جذر الان. فحكيت لكم اذا سيجما معلومه بقدر اطبقها اعوضها في فتره الثقه، إذا البوبوليشن نورمال أو حجم العينة كبير بقدر أطلع من النورمال أوصل لزد، فاستخدمت توزيع زد. فإذا باختصار كيس 1 كانت فترة ثقة يوزنج زد ديستريبيوشن. يعني مش بالضرورة دائما أي فترة ثقة تكون باستخدام توزيع زد، مرات أنا ما بقدر أوصل لتوزيع زد. طب كيف أبني فترة الثقة؟ هنشوف هذا الحكي في الكيسز التانيين، في الحالات التانية. هلا يا جماعة حكينا هدول اللي هم الليميتس، lower limit والأبر ليميت لفترة الثقة. فترة الثقة بشكل أساسي بتعتمد على X bar اللي هو البوينت استيمت لميو، مش حكينا ميو إذا مجهولة قدرها بقيمة X bar. فأنا حكيت له حاعتمد في فترة الثقة على X bar، ومن اكس بار حمشي لقدام او لورا عشان اعمل لك فتره مسافه معينه شو قيمتها زد الفا 2 في سيجما على جذر الان. هاي المسافه شو بسميها؟ الماكسيمم ايرور. فالماكسيمم ايرور اللي برمز لها اي شو بتساوي؟ بتساوي زد الفا 2 في سيجما على جذر الان، إما بسميها maximum error أو margin of error يعني حد الخطأ. إذا أنا تقديري X bar كان خاطئ فحمشي لك حد للخطأ قيمته زد ألفا 2 في سيجما على جذر ال N. فبالتالي حد الخطأ على إيه بيعتمد؟ بيعتمد لي على قيمة ألفا، على قيمة الفيريانس، على حجم العينة.
طيب خلينا نيجي لحد الخطأ بشكل تفصيلي. حكينا بنرمز له اي كابيتال لتر او اي سمول لتر، وبساوي في الحالة الأولى زد ألفا على 2 في سيجما على جذر الان. يا جماعة، من اللي تعلمتوه في المدرسة في الرياضيات، حجم العينة لما يزداد يعني المقام بكبر، شو بيصير في البسط والمقام قسمتهم على بعض؟ إذا كبرت n، القسمة ما بين البسط والمقام النسبة هاي بتقل، فإذا حد الخطأ شو بيصير فيه؟ بقل. فإذا if n increases، الايرور شو بيصير فيه؟ decreases. إذا حجم العينة ازداد، المقام ازداد، فحاصل القسمة من سيجما على حجم العينة حيقل، فالضرب بزد على ألفا على 2 حيقل. بالمقابل n decreases e increases، الايرور حيزداد. منطقيا انسول الرياضيات، منطقيا انا لما حجم العينة يزداد عندي لمين بقترب؟ للمجتمع. فالتقدير عندي شو حيصير فيه؟ حيبطل فيه خطأ كبير. لما يزداد حجم العينة، الصفات اللي بتاخذها العينة بتكون قريبة جدا من صفات المجتمع. فبما انه الصفات تبعون العينة صاروا قريبات من الصفات تبعون المجتمع، التقدير حيكون عندي الخطأ فيه كتير قليل. بينما لما اخذ عينة صغيرة، هاي العينة ما رح تحتوي لجميع صفات المجتمع. فالتقدير باستخدام هاي العينة حيكون الخطأ فيه ماله زيادة. فإحنا عشان نقلل حل الخطأ في فترات الثقة، شو بنحاول نعمل؟ نزيد حجم العينة اللي بنستخدمها في التقدير. هاي أول شغلة. ثاني شغلة، زد ألفا على 2. ألفا لحالها بسميها significance، إذا الكتابة مش واضحة حتلاقوها في الدوسية significance level. وباستخدام ألفا بطلع إشي بسميه واحد ناقص ألفا، اللي هو confidence level. confidence level مرحلة الثقة. شو هي الconfidence level؟ تعال شوفوا لي على الرسمة على الكيرف هاد. فترة الثقة حتكون واقعة في منتصف الكيرف حوالين ميو الأصلية، فمساحتها فترة الثقة شو بتساوي؟ واحد ناقص ألفا، اللي هي نفسها اللي سميناها confidence level. المساحة تحت النورمال كاملة شو بتساوي؟ واحد. لما راح هون واحد ناقص ألفا، كم بضل من الواحد؟ ألفا. فالألفا حتنقسم على منطقتين، وحتنقسم بالتساوي من خصائص التوزيع الطبيعي. فهون المساحة ألفا على 2، وهون ألفا على 2. أنا حكيت لكم المساحة واحد ناقص ألفا هي المساحة اللي ميو تقديرا واقع بداخلها، وسميناها confidence level. المساحة اللي ضلت اللي قيمتها ألفا وانقسمت على 2 هي اللي بنسميها significance level. السيجنيفيكانس ليفل هاي هي اللي اذا وقعت ميو فيها حتكون خارج فترة الثقة. مش حكينا فترة الثقة في المساحة واحد ناقص الفا؟ طب اذا اجت قيمة ميو هون او هون حتكون برا منطقة الثقة، فبسميها الفا السيجنيفيكانس ليفل. واضح؟ هلا شوفوا لي، اذا الفا ازدادت شو بصير؟ إذا ألفا ازدادت هاي المساحة شو بصير فيها؟ بتقل، مش واحد ناقص قيمة كبيرة بتصير صغيرة. فإذا الكونفيدنس انترفال طولها حيقل. ما فهمتوها؟ كمان مرة أرسم لكم، هاي النورمال كيرف وفترة الثقة واقعة في هاي المنطقة اللي بالمنتصف ومساحتها واحد ناقص ألف. هاي مساحة مين؟ فترة الثقة. طب شو هي فترة الثقة؟ هي الفترة اللي واقعة بين هدول القيمتين اللي حطيت لهم إكس. من إكس بار مشينا لورا مسافة اللي هي زد ألفا على 2 في سيجما جذر الـ n،
ومشينا لقدام مسافة نفسها اللي هي زد ألف على اثنين في سيجما على جذر إن، وصلت هدول القيمتين. شو سؤالي كان؟ إذا ازدادت ألفا شو بصير في فترة الثقة؟ لما تزداد ألفا هاي المساحة بتقل، فبدل ما تكون المساحة كبيرة حتصير المساحة صغيرة، فحتصير هيك. فبما أنها صارت بهذا الشكل طول فترة الثقة حيقل. فإذا increasing ألفا شو حيصير في الـ interval width؟ الـ width بيساوي الـ upper limit ناقص الـ lower limit. يعني اكس بار شو كانت الابر؟ زائد زد الفا على 2 في سيجما على جذر الان ناقص اكس بار ناقص زد الفا على 2 في سيجما على جذر الان. اكس بار ناقص اكس بار بتشط مع بعض، فالويدث حيساوي هاي القيمة ناقص ناقص يعني زائد هاي القيمة. فالويدث بيساوي 2 زد الفا 2 في سيجما على جذر ان اللي هو الايرور، صحيح؟ فلما الفا تزداد شو بصير في الويدث تبع الانترفال؟ الويدث راح يقل. فهمتوها ولا لا؟ لو سمحت بس دكتور تعيد بس عند الود. اوكي. هلا طول اي فترة، اي فترة في الدنيا، انسوا لي كلمة الثقة، اي فترة اي بي شو طولها؟ مش بي ناقص اي، اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة بعطيني طولها، اما بسميه ويدث او لينكث، يعني طول فترة الفترة بيساوي اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة. شو اكبر قيمة في فترة الثقة؟ الحد العلوي اللي هو اكس بار زائد زد الفا 2 في سيجما على جذر الان. طب شو هو الحد السفلي؟ اكس بار ناقص زد الفا 2 في سيجما على جذر الان. اطرحوهم، اكس بار ناقص اكس بار بشطبوا مع بعض بروحوا، بضل عندي زد الفا 2 في سيجما على جذر الان فوق، وتحت ناقص ناقص، فاذا زائد، فاذا القيمة مجموعة مرتين. القيمة زد الفا 2 في سيجما على جذر الان من شوي كتبت لكم اياها هي الايرور، ما دام مجموعة مرتين فإذا الويدث هو 2 الايرور. اوكي. فأنا هون سؤالي كان بالأساس إذا قيمة ألفا المساحة ازدادت شو بصير في طول فترة الثقة؟ طول فترة الثقة حيقل، لأنه المساحة تحت الكيرف قلت. بس هذا اللي طلبته أنا. طيب كيف بدي احسب فترة الثقة بناء على القانون اللي اعطيتنا اياه؟ انت حكيت لنا فترة الثقة اكس بار ناقص زد الفا 2 في سيجما على جذر الان، وحكيت لنا اكس بار زائد زد الفا 2 في سيجما على جذر الان. انت حكيت لنا هاي فترة الثقة، وبشكل ادق شو كتبت لنا؟ A1 ماينس الفا 100% كونفيدنس انترفال 4 ميو از. انت هيك كنت كاتب لنا من شوي، حكيت لنا فترة الثقة لتقدير ميو بمساحة او بثقة واحد ناقص الفا هي هاي الفترة. طب هاي الفترة كيف بدي احسبها؟ اول اشي احنا اتفقنا انه اي فترة بدنا نحسبها لتقدير ميو بلزمنا ناخذ عينة، ما دام العينة معنا اكس بار واضح من وين حجيبها، ناقص زائد، مرة حطرح ومرة حجمع. زد ألفا 2 هلأ بفهمكم من وين بتيجي. سيجما من وين حنجيبها؟ مش في كيس 1 حكينا سيجما معلومة فبنعوضها على جذر الان، مش العينة معي وأنا بعرف عدد العناصر اللي فيها، فإذا جذر الان معلومة، إكس بار معلومة من العينات، سيجما معلومة من الفرض، انت فارض لانه سيجما سكوير معلومة، بضل عندنا شو نحسب؟ زد الفا 2. هلا انا لما اعرف فترة الثقة مش حاكي لك بدي اياها بمساحة واحد ناقص الفا، فمثلا لو حكيت لكم بدي فترة ثقة لتقدير ميو بثقة 95% 95% هي عبارة عن مقدار الثقة، فهي الكونفيدنس
ليفل، وبالرموز شو حتساوي؟ واحد ناقص ألفا 100%، فبالتالي ألفا شو حتساوي؟ واحد ناقص 95% فيها 5%. طب شو استفدت من هذا الحكي؟ بداية أنا طلعت ألفا، بدي أستخدم ألفا هاي في حساب قيمة زد ألفا على 2. واضح لهون؟ أفرجيكم كيف هلأ هحسب زد ألفا على 2، ولا بلزم أعيد إشي من اللي شرحته؟ أنا حطيت لكم شو هي فترة الثقة مكوناتها، وحكيت لكم كل مكون من مكوناتها كيف حجيبه. ضل أجيب زد ألفا على 2 عشان أبني فترة الثقة. اتفقنا إنه لما نعرف فترة الثقة لازم نكون معرفين مقدار الثقة شو بيساوي. وآخر إشي هون شرحت لكم باستخدام مقدار الثقة اللي بيجينا في التعريف لفترة الثقة بنطلع ألفا. هلأ from ألفا بدنا نوجد زد ألفا على 2. يلا نحسبها. إذا حكالي إنه ألفا فور إكزامبل بتساوي 5%، أنا بدي أحسب زد ألفا على 2 اللي هي 5% على 2 فيها 25 بالألف. كيف هحسبها؟ بداية فترة الثقة في المساحة اللي واقعة بالمنتصف اللي هي 1 ناقص ألفا، ألفا 5% فواحد ناقص ألفا 95%. ألفا اللي ظلت عندي 5% مقسومة على قسمين، ألفا على 2 ألفا على 2. إذا هون 5% على 2 25 بالألف، وهون 25 بالألف. القيمة هاي هي عبارة عن قيمة من قيم زد يتم تعريفها بالمساحة اللي على يمينها، فإذا زد 25 بالألف. من خواص زد التماثل، فإذا هاي زد 25 بالألف، القيمة اللي على الشمال هون هتكون سالب زد 25 بالألف، واحدة بالموجب وواحدة بالسالب، صح؟ طيب أنا شو اللي مطلوب مني؟ زد ألف على 2 اللي هي زد 25 بالألف. كيف أحسبها؟ بحكي له بستخدم المساحة وقوانين الاحتمال اللي تعلمناها مع التوزيعات الاحتمالية. المساحة اللي تحت المنحنى وفوق الزد 25 بالألف شو بتساوي يا جماعة؟ بتساوي 25 بالألف. فإذا احتمال يعني المساحة تحت منحنى زد اللي أكبر من زد 25 بالألف بتساوي 25 بالألف. أنا سامحوني الخط مش واضح، بس لأني ناسي القلم في البيت، القلم اللي بستخدمه مع التابلت ناسيه في البيت، فبكتب في إصبعي. فهاي بتساوي 25 بالألف، المساحة اللي تحت منحنى زد وفوق الزد 25 بالألف، أوكي؟ طب هاي مش تعلمنا كيف نحسبها في التشابترز السابقين؟ حكينا احتمال زد أكبر من زد 25 بالألف بتساوي 25 بالألف، إذن نص مساحة المنحنى ناقص الاحتمال اللي بين زد أكبر من صفر أقل من زد 25 بالألف هي بتساوي 25 بالألف. من وين جبتوا هاد؟ هاي الكيرف، هاي هون 25 بالألف، وهاي زد 25 بالألف، وهون في عندي ميو اللي هي صارت بالزد صفر. إذا هاي المساحة 25 بالألف، خد لي نص مساحة المنحنى اللي هي نص، واطرح منها المساحة اللي بين الصفر وزد 25 بالألف، شو بضل معنا؟ المساحة المظللة. وبالتالي احتمال زد أكبر من صفر أقل من زد 25 بالألف نص ناقص 25 بالألف فيها 0.475. هلأ شو بعمل؟ برجع على جدول زد وبلاقي زد 25 بالألف شو بتساوي لما نرجع على مين؟ على جدول زد.
هتلاقوا إنها موجودة تحت 1.6 بالعشرة عمودي وستة بالمية، وبالتالي أنا هيك أوجدت زد ألفا 2 حعوضها في فترة الثقة. عشان أفهمكم إياها بشكل أكبر ناخذ كمان مثال. أنا بدي أحسب زد ألفا 2 عشان أعوضها بفترة الثقة. حكالي اعمل فترة ثقة بثقة 90%. هاي 90% شو هي؟ الكونفيدنس ليفل. الكونفيدنس ليفل بالرموز شو بتساوي؟ 1 ناقص ألفا. إذا 1 ناقص ألفا هي 90%. ألفا يا جماعة شو حتساوي؟ عشر. أنا لفترة الثقة شو بدي؟ بدي ألفا 2. ألفا 2 اللي هي 5%. وإذا أنا مطلوب مني لفترة الثقة زد 5%. وارسموها على الكيرف تبع زد. هاي الكيرف تبع زد، هون حكالي المساحة 9 بالعشرة لأنه بده مساحة أو فترة ثقة بثقة 90%. بضل من الواحد عشر مقسوم، أو عفوا عشر مقسوم على التنتين. هون في عنا 0.05 وهون 0.05. وش احنا ضل عنا؟ اللي هي عشر قسمناها على 2 طلع 5%. فإذا على اليمين 5% وعلى الشمال 5%. انتو المطلوب منكم تحسبوا هذه القيمة اللي هي زد 5%. شو بتحكي له؟ المساحة 9 بالعشرة مقسومة من النص عند الصفر. إذا هاي اللي على اليمين 5% ونص المنحنى نص، فإذا بين الصفر محل ما بدي أحط الإكس هيني، ما بين الصفر وزد 5% شو بتساوي المساحة؟ تحكي لي 0.45. فإذا احتمال زد أكبر من صفر أقل من زد 5% بتساوي 45%. شو بعمل؟ برجع على جدول زد مباشرة وبطلع شو أقرب قيمة ل 45%؟ هتلاقوا إنه أقرب قيمة ل 45% موجودة عند 1.645. إذا متذكرين لما أخذنا الأفرج بين 1 و64 و1 و65، لأنه التنتين ببعدوا نفس البعد. فإذا زد ألفا 2 اللي هي زد 5% بتساوي 1.645. آخر مثال، لو حكيت لك أنا عندي فترة ثقة بثقة 98%. 98% هي الكونفيدنس ليفل اللي هي بتساوي 1 ناقص ألفا. إذا ألفا 1 ناقص 98% فيها 2%. وأنا شو بدي لفترة الثقة؟ بدي زد ألفا 2 اللي هي زد 2% على 2 فيها 1%. بروح برسم هالكيرف، بكتب المساحة هاي 98%، هاي المساحة 1%، وهاي 1%. الصفر بقسم لي 98% نصين، هون صفر، هون قيمة زد اللي أنا بدي أوجدها. طبعا قيمة زد بتسميها حسب المساحة اللي على اليمين. إذا المساحة اللي على اليمين 1% فبتصير زد 1%، إذا المساحة اللي على اليمين 5% بتصير زد 5%، and so on. عندي على اليمين 1% ونص مساحة الكيرف نص. المساحة للمنطقة اللي حطيت فيها إكس شو حتكون؟ نص ناقص 1%. المساحة هون 49%. فبحكي له المساحة يعني الاحتمال تحت منحنى زد بين الصفر والواحد بالمية للزد بتساوي 49%. بروح على جدول زد وبشوف 49% وين موجودة. حتلاقوا إنه 49% موجودة عند 2.3 بالعشرة عمودي وثلاث بالمية أفقي. فإذا زد ألفا 2 اللي هي زد 1% بتساوي 2.33%. هاي 3 أمثلة عشان نحسب قيمة زد ألفا 2. هلأ هدول القيم بنعوضهم في فترة الثقة في كيس 1.
أنا أعطيتكم 3 أمثلة. لما نيجي نعمل فترة ثقة، جرت العادة إنه نستخدم ل 1 ناقص ألفا الكونفيدنس ليفل، إما بنحكي 80% أو 90% أو 95% أو 98% أو 99%. شو يعني؟ يعني أنا لما بدي أجي أقدر ميو بفترة ثقة، إما بقدر الميو بثقة 80%، يعني فترة الثقة اللي أنا مشتغلها عليها 80%، أو بقدر ميو بفترة ثقة مساحتها يعني الكونفيدنس ليفل فيها 90%، أو باجي بحكي لك اعمل لي فترة ثقة بثقة 95% أو 98% وفاينلي 99%. هيك جرت العادة إن نعمل فترات الثقة. يعني قليل لا تيجي ترجع على كتاب ويجي يحكي لك أنا عامل فترة ثقة بثقة 70% أو ثقة 65%. خلص هم بالعادة بيستخدموا واحدة من ال5 قيم هدول. هدول القيم شو بتمثل؟ 1 ناقص ألفا. طيب لما أنا عندي 80%، 1 ناقص ألفا 80%، إذا ألفا شو بتساوي؟ 20، وزد ألفا على 2 10. لما كانت عندي 90%، زد ألفا على 2 شو بتساوي؟ هاي زد العشر. يعني هون أنا كتبت ألف على 2 10، بس هي هون زد العشر. طيب لما اشتغلت على 90% 1 ناقص ألفا، زد ألفا على 2 شو حتساوي؟ يلا طلعوا لي إياها مباشرة، شو حتساوي؟ 5%. 1 ناقص 5%. ممتاز. كيف جبتيها؟ حكيتي لي ألفا على 2 اللي هي طلعنا 1 ناقص ألفا 10، 10 على 2 5%، فزد 1000 على 2 زد 5%، في عندنا 95%. فإذا زد 1000 على 2 بتساوي زد 25 بال1000، في عندنا 98%. فإذا زد 1000 على 2 هتساوي زد 0.01، وفي عندنا 99%، يعني احنا بنشتغل مع زد الفا على 2 شو بتساوي؟ زد 0.005. انت المطلوب منك ما دام بنستخدم 5 قيم، المطلوب منك اما تكون فاهم كيف نحسبهم او تروح تحفظهم مباشرة. فمثلا زد 1% بتحفظ مباشرة بتساوي 1.28، تروح بتعوض في فترة الثقة 1.28. زد 5% بتحفظ إنها بتساوي 1.645، بتعوض قيمتها بفترة الثقة. هون زد 25 بالألف اللي هي 1.96، زد 1% 2.33، زد 5 بالألف بتساوي 2.575. تحفظوا لي ال5 قيم هدول، أو إذا فهمتوا كيف أوجدت لكم إياهم، مش أنا طلعت لكم 3 أمثلة، تفهموا كيف أوجدناهم وبتوجدوهم في الامتحان. إذا حليتوا إكزامبلز كتير لما تجهز حالك للامتحان حتحفظهم مباشرة. أوكي، هيك إحنا طلعنا كل الكومبوننتس بتاعون مين؟ بتاعون فترة الثقة. لآخر مرة، فترة الثقة حسب كيس 1 التلخيص، 1 ماينس الفا 100%. انتوا عارفين هلا ليش كتبت 1 ناقص الفا؟ عشان ابين لك الفتره اللي بدي ابنيها باي ثقه. كونفيدنس انترفال فور ميو، انا بدي اقدر ميو از اكس بار اللي هو البوينت استيميت زائد او ناقص، بجمع للبوينت استيميت زد الفا 2 في سيجما على جذر الان، وهذا سميناه الايرور او الماكسيمم ايرور او المارجن اوف ايرور. اوكي، حكيت لكم الويدث للانترفال الابر ليميت ناقص اللور ليميت، وحكينا الويدث للانترفال اللي هو الابر ناقص اللور دائما شو بيساوي؟ 2 مضروب في الايرور. طلع اثبتت لكم اياها اثبات. هذا الحكي according to case 1 using case 1. شو كانت case 1؟ sigma square is known
البوبوليشن نورمال، هاي حاطط لكم اياها جوا قوس، اور ان اكبر او يساوي 30. وشرحت لكم سيجما سكوير معلومة لحتى اقدر اعوضها في فترة الثقة. البوبوليشن نورمال او ان اكبر او يساوي 30 عشان اضمن انه اكس بار بتوزع طبيعي واوصل لتوزيع زد بحيث استخدمه في فترة الثقة. هاي هي الفكرة من فترة الثقة لميو باستخدام أول حالة. عشان نختم أول حالة، متفقين إنه الإيرور بيساوي زد ألفا على 2 في سيجما على جذر الإن، وفهمنا إنه الإيرور هو أكبر حد خطأ أنا بدي أشتغل فترة الثقة وآخده بعين الاعتبار. يعني بحكي لك أنا بدي أعمل فترة ثقة بثقة هالقد بحيث انه الخطأ عندي ما يزيد في التقدير عن 1%. لما احكي لك الخطأ بالتقدير ما يزيد عن 1%، فانا بحكي عن ايه؟ الماكسيمم ايرور. طيب اذا الايرور كان معلوم عندي، شو بقدر استفيد؟ بقدر باستخدام الايرور اني اقدر حجم العينة. شو كيف بنعمل؟ اضربوا ضرب تبادلي، جذر الان بتساوي زد الفا 2 في سيجما على الايرور. اذا ان حتساوي زد الفا 2 في سيجما على الايرور الكل تربيع. هاي الميثود بنستخدمها لحتى نقدر حجم العينة المناسب. شو القصة؟ القصة كالتالي، انا باجي احكي لك في عندي مجتمع ميو في مجهولة، تحكي لي مش مشكلة بدك قيمتها روح قدر. بحكي لك اه عشان اقدر بلزمني اخذ عينة، تحكي لي وقف، بما انه بلزمك تاخذ عينة كم حجم العينة المناسب لتقدير ميو باستخدام فترة ثقة؟ بحكي لك كيف بدنا نوجد حجم العينة المناسب لتقدير ميو باستخدام فترة الثقة؟ بتحكي لي باستخدام هاي القاعدة. فإذا هاي القاعدة تحكي لنا حجم العينة المناسب لتقدير ميو باستخدام فترة ثقة using، يعني باستخدام كمان مرة، توزيع زد حتساوي هالقد. انت بتكون عارف انه لما بدك تبني فترة الثقة الايرور ما يزيد عن كم، فاذا قيمة الايرور معروفة، قيمة سيجما في كيس 1 معروفة، وقيمة زد الفا 2 ما دام انت بدك تقدر فترة ثقة فبيكون عندك قيمة الكونفيدنس ليفل وبتقدر تحسب زد الفا 2. فحد هون أخذنا كيف نبني فترة الثقة وكيف نقدر حجم العينة المناسب لفترة الثقة. ارجعوا لي هلأ على الدوسية نناقش على السريع. إذا شايفيني مستعجل شوي اليوم لأنه تحدد الكويز إلكم تاريخه 12 الشهر، عفوا الكويز الثاني، مش في كويز ثاني إلكتروني، تحدد ب 12/12 وحيكون لنهاية شابتر 7، فبدي أختم لكم المادة شابتر 7 بدي أختمه عشان ما تفوتوا على الامتحان دارسينه لحالكم. بدي أضمن إني أعطيكم. دكتور بدي أسأل، تفضل. محاضرة الثلاثاء والأربعاء بروحه قصدي آه الخميس؟ يوم الأربعاء والخميس عطل ما في محاضرات. ويوم الثلاثاء بصير جدول الأربعاء، فبرضه محاضرة صحيح. أنتوا الثلاثاء ما عندكم محاضرة، إنها تعويض يوم الأربعاء. ثلاثة حيصير شفت يوم الأربعاء، يعني محاضرات الأربعاء بتصير يوم الثلاثاء، وأربعاء وخميس ما في لكم محاضرات. تمام. شكرا. العفو. شوفوا لي الإكزامبل هذا لو سمحتوا. هون بحكي لي noise levels at various area urban hospitals were measured in decibels. بحكي لي الضجيج، انتوا عارفين المستشفيات لازم عشان المستشفى يكون منيح وياخذ معايير جودة ومش عارف شو، انه يكون في معايير محددة يعني يوافق عليها. فأحد المعايير اللي لازم تكون في المستشفى اللي هي الضجيج. قيمة الضجيج يكون يعني المستشفى ما يكون فيه إزعاج كبير، عشان هيك في البلدان برا ما بتلاقي مستشفى في نص البلد، تلاقيهم على جنب، دائما المستشفيات على جنب عشان الضجيج اللي من السيارات ومن الناس ما يكون موجود وما يزعجوا المرضى. فعشان هيك بحكي لك إحنا مسكنا مستشفى أو عدة مجموعة المستشفيات الموجودة في البلد،
وبدنا نشوف كم مستوى الضجيج فيها. هل من المنطق إنه إحنا أروح على كل مستشفى وكل زاوية في المستشفى وأقعد أقيس لك كم الضجيج؟ وأنا عشان أطلع الضجيج في مستشفى لازم أروح على كل غرف وكل زوايا وكل الكرادورات وكل الساحات اللي في المستشفى. هل من المنطق أنا أقعد أعمل هذا الحكي لكل مستشفى وأرد أعيده في جميع المستشفيات؟ لا. فإذا قيم الضجيج في مجموعة المستشفيات اللي هو المجتمع مجهولة، فبالتالي معدل الضجيج ميو في جميع المستشفيات، شو هي ميو هون في السؤال؟ ميو هي معدل قيم الضجيج في مجتمع جميع الأماكن للمستشفيات قاطبة. هاي مالها القيمة؟ مجهولة، بدنا نقدرها. شو حكالي؟ المجتمع الانحراف المعياري له 8 ديسيبلز. هون الطلاب بخربطوا في الامتحانات. شو مكتوب؟ The population standard deviation. الستاندرد ديفيشن لمين؟ للبوبوليشن. إذا هاي سيجما، سيجما معطيني قيمتها كم بتساوي؟ 8. فإذا سيجما نون. أنا أول ما أشوف سيجما نون بصير أفكر في كيس 1. تعال نكمل السؤال. The mean of the noise levels in 85 randomly selected corridors was 61.2. بحكي لي ذا مين المعدل لقيم الضجيج في 85 كرادور ممر أخذهم بشكل عشوائي بتساوي 61.2. ال 85 كرادور شو بشكلوا لي هدول الممرات؟ بشكلوا لي عينة. فإذا عندنا سامبل حجمها N زي ما تفضلت زميلتكم قيمته 85. فأنا لحد هون معاي معلومة عن سيجما، معاي معلومة عن N، وشو هاي ال 61.2؟ هاي عبارة عن المين تبع العين اللي حجمها 85. فإذا 61.2 هي اكس بار. انت اذا وصلت لهاي المرحلة انك عرفت تطلع هدول القيم وترمز لهم بشكل صحيح، حليت نص السؤال. شو بحكي لي في السؤال؟ Find a 95% confidence interval of the true mean. طالب منا نوجد له فترة ثقة confidence interval بثقة 95%. ال 95% هي confidence level اللي هي 1 ناقص ألفا 100%. لمين؟ للترو مين. كمان ركزوا لي على هاي، أنا حأعطيك فترة ثقة للمين وحأعطيك فترة ثقة للبروبورشن، فلازم تميز أنا لمين طالب. هون طالب لك للمين، أي مين نسميه ترو في الإحصاء عندنا لما نحكي ترو مين يعني المين تبع البوبوليشن، لما نحكي ترو بروبورشن يعني البروبورشن تبعت البوبوليشن، لما أحكي ترو فاريانس يعني الفاريانس تبعت البوبوليشن، وين ما أحكي كلمة ترو بيكون قصدي عن البوبوليشن. باستخدام هدول المعلومات بدنا نبني فترة الثقة. الخطوة الأولى اللي اشتغلناها هلأ نطلع القيم اللي معاي في السؤال. الخطوة الثانية في فترة الثقة نحدد أي حالة حنشتغل عليها. أنا لهلأ أعطيتكم حالة واحدة، لقدام شوي حتاخدوا 3 حالات، فأنت بدك تصير تختار بينهم مين المناسبة. إحنا كيف بدنا نختار؟ حكيت لك إذا شفت الـ Population Standard Deviation سيجما معلومة، حط مؤشر كبير جدا جدا إنك هتشتغل على كيس 1. كيف بتتأكد؟ بتكمل كيس 1 شو كانت؟ سيجما نون الـ Population ها and الـ Population normal or n أكبر أو يساوي 30. طيب سيجما نون آه نون، بدي أشوف إما البوبوليشن نورمال أو حجم العينة أكبر يساوي 30. هل حكالي المجتمع طبيعي في السؤال؟ لا. طب شو حكالي؟ حجم العينة 85، إذا N أكبر من 30، فإذا كيس 1 تحققت. فبنكتب له using case 1، وإذا بتحب اكتب له شو هي كيس 1 بالضبط مش صعبة. 95% confidence interval for mu is. شو فترة الثقة كانت؟ الـ point estimate x bar زائد أو ناقص z ألفا 2. كم قيمة ألفا 2؟ 1 ناقص ألفا 95%، ألفا 5%.
اقسم 5% على 2 بتطلع 25 بالألف، مضروبة في سيجما من السؤال 8 على جذر الـ n جذر الـ 85، بضل إكس بار كمان مرة كانت 61 و2 زائد أو ناقص. حكيت لكم زدت 25 بالألف بعد ما تنتهي المحاضرة، ارجعوا للتسجيل حتلاقوا شارح لكم كيف أوجدتها، وحكيت لكم بعدها بإمكانكم تحفظوها حفظ. فإذا حافظينها زدت 25 بالألف نعوضها 1.96% في 8 على جذر ال 85. أنا هيك أوجدت فترة الثقة. بكمل ببسط الكالكوليشنز، هاي بتطلع 59.5 و 62.9. شو يعني؟ يعني ميو المجهولة معدل الضجيج في جميع الأماكن في جميع المستشفيات ينتمي إلى هاي الفترة بثقة كم؟ ثقة 95%. فأنا هاي الفترة اللي طلعتها آخر سطر كيف بفسرها؟ بحكي أنا واثق 95%، I'm 95% confident that the true mean of noise levels in all hospitals will belong to the interval 59.5 62.9. اوكي، اذا بدكم تفسروها بطريقه ثانيه هاي الفتره شو بتحكوا؟ اذا اخذنا 100 عينه عشوائيه، 95 عينه على الاقل الوسط الحسابي لهم بنتمي للفتره اللي قدامنا. هاي طريقه ثانيه للتفسير. طيب الفتره طلعناها 59.5 و62.9. لو حكيت لكم شو اللينكث للفترة هاي، شو طولها، شو الويدث، لينكث اور ويدث اوف ذا انترفال، بتحكي لي 62.9 ناينس 59.5، صحيح؟ طيب لو حكيت لكم شو الايرور، شو المارجن اوف ايرور، شو الماكسيمم مارجن اوف ايرور، بتحكي لي ناخذ اي طرف وبنطرح منه اكس بار. ليه؟ مش الفترة اللي انا طلعتها هاي 62.9 او من 59.5 ل 62.9، شو اللي واقع بمنتصفها؟ اكس بار. فالايرور باخذ الماكسيمم او الابر ليميت اللي هي بتساوي 62.9 وبطرح منها قيمة الوسط الحسابي اللي هو 61.2. فعليا أنا لما أوجدت فترة الثقة حكيت لك إكس بار زائد أو ناقص الإيرور. فهلأ إذا بدي الإيرور، بحكي الإيرور عبارة عن الأبر لما أطرح ناقص الوسط الحسابي، وبطلع معي المارجن أوف إيرور. دائما اتذكروا إنه الوسط الحسابي للعينة يقع في منتصف فترة الثقة. المحاضرة انتهت، بس بدي إياكم تطلعوا لها فرع بي سريعا. شو بحكي لي؟ احسب لي كمان مرة الوسط، قدر لي فترة الثقة، أو احسب لي فترة الثقة لحتى نقدر ميو بثقة 98% باستخدام نفس البيانات، يعني أو العلاقة البيانات، يعني خذ لي نفس العينة نفس الحجم، خذ لي الوسط الحسابي نفسه، خذ لي نفس سيجما، بس شو تغير؟ الكونفيدنس ليفل. مش سألتكم وأنا أشرح كيف تأثير ألفا؟ هون الكونفيدنس ليفل ازدادت، يعني واحد ناقص ألفا ازدادت. ألفا شو صار فيها؟ لما واحد ناقص ألفا تزداد، ألفا بتكون قلت، صح؟ فلما حسب فترة الثقة لما زاد واحد ناقص ألفا كيف طلعت الفترة؟ طلعت الفترة أوسع، 59.2 ل 63.2. شو اللي صار سريعا؟ هاي فترة الثقة كان عندي واحد ناقص ألفا هيك، راح زاد لي واحد ناقص ألفا هلأ هيك. كانت أول إشي 95% هون، صارت لما كبرت الكونفيدنس ليفل صارت 0.98، زادت هاي المساحة. طب لما زادت هاي المساحة، مش القيم اللي كانوا هون بداية صاروا على اليمين وعلى الشمال هيك؟ فإذا الكونفيدنس انترفال شو بصير فيها؟
تزداد لما واحد ناقص ألفا تزداد. الكونفيدنس انترفال بتقل لما ألفا بتقل. ما بعرف إذا وضحت بالنسبة لكم، ولكن أنا كنت كاتب لكم سابقا ألفا ازدادت الكونفيدنس انترفال شو بصير فيها؟ بتقل. واحد ناقص ألفا ازدادت يعني ألفا قلت، فإذا الكونفيدنس انترفال شو حيصير فيها؟ حتزداد. هاي المعلومات لمحاضرة اليوم، الله يعطيكم العافية، عفوا على أخذ دقيقتين من وقتكم، إن شاء الله بنلتقي المحاضرة الجاية بنكمل شرح في هذا الموضوع. احضروا التصوير أو التسجيل للمحاضرة هاي، إذا في أي شيء مش واضح ممكن تسألوني عنه المحاضرة الجاية. مشكورين كثير والله يعطيكم العافية. يمكن أبعث لكم على الجروب بعض التفاصيل دكتور، في الأسبوع. تفضلي. يعطيك العافية. الله يعافيك. بس بدي أسأل، متى رح تنزلنا حل بروبلم شابتر 6 على الجروب؟ إن شاء الله اليوم بنزلكم إياه. إن شاء الله تمام، اليوم، شكرا، يعطيك العافية. إذا ما نزلتوا للمساء ابعتوا لي ذكروني. الله يعافيك. تمام. أوكي، ما مشكورين كثير، يعطيكم العافية.